والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. باش يقول لك المولود كان قبل في طنجة ماشي بحال دابا. قبل يعني كانوا والدينا كيجمعوا العائلات في الديور، وكيبقاو كيتجمعوا العائلات وكيعملوا العشاء وكيعملوا الحلوى وكيعملوا كل شيء، وكيبقاو كيقراو حتى كيدير الفجر، وكان واحد الشيء ممتاز ماشي بحال دابا. دابا اليوم كل واحد كيشد الباب ديال الدار ديالو، وكانوا كيديو الهدايا المعرقية، وكانوا الناس كيمشيو وكانوا كيختنوا العواول، وكان واحد شيء عجيب. كانت الناس كتمنى يكون المولود في طنجة، الناس كتجي من البلدان الاخرين كتجي لطنجة باش كتحضر على المولود. انا كتعاود لي عزيزة كانت كتكري جهاد معرقية، كيكريو داك الصف كيدبروا شي واحد كيكري لهم الموطع باش كيجيو يوقف باش يشوفوا الهدايات. كانوا كيطلعوا من هنايا الله يا ودي، كانوا كيوقفوا ديك السور هذا داد معرقية، كيدبروا الدراري كانوا كيكريو الموطع الناس باش يجيو يوقفوا تما باش يشوفوا المولود. كان واحد الشيء عجيب واش فهمتي ولا لا؟ كانوا كيطلعوا الهدايات من هنا مصياغين، وكانوا الناس يعني كبارين قراوا القران والناس فرحانين كيذكروا الرسول وكيبقاو حتى للفجر وكيبشروا حتى كيصبح الصباح. ولكن دابا كل واحد كيشد الباب ديالو وتقلبات الايه. الاحتفال خصنا نحتفلوا فيه دائما، ومولد نبوي ماشي هو نهار، هو عام جاري دائما خصنا نحتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عنده واحد التعظيمه كبيره باش جانا بهذا النهار هذا اللي خلق فيه حق الله، وهادشي بدينا كنشوفوا في حليب كيتراجع، ما بقاتش عنده الاهميه بزاف، رجعنا كنعطيو الاهميه لحاجه الغرب، حاجه النصارى راس العام كتجبر الزبيقه الطرطر روينه. حق الاحتفال النبوي باقي كي بعد الفئات قليله اللي كتحس به واللي كتعملوا في دارها واللي كتجيبوا ولادا وتشوف العون كحنين بحال اللي كنا حنا صغارين كنعملوا كحول كنعملوا قنادر، كنوا فرحانين في هذا النهار كيشرحوا لنا والدينا هذا النهار المولد النبوي، وهذا النهار الشريف وهذا النهار عظيم. صدقتي فيه مزيان، صمتي فيه مزيان، اللي عملتي فيه نهار مزيان كيتحسب لك بالاجر دوبل. بالحق بالنسبه دابا لهذ الساعه اللي حنا كنعيشوا، راه كنعيشوا الحلقه الاخيره للحياه، من ما بقاش كيتسوق لنا هذا الشيء ديال الدين، وكل واحد كيعيش اللي بغا وفحال كاين فحال ما كاين شي، والانسان ماشي وصافي تايه في الدنيا ما عارفش شنو كاين. ومي كتجي تهضر وكتبغي تفهم الانسان كتجبر ما عندوش هذه الفكره ديال المولد النبوي هي كيسمعها. حنا كنا الفران كتجبروا بالحلاوي العشاء مع العائله، الحق الله ما ناقص والو، كيتجمعوا الحباب دابا ما بقاوش الحباب كيتجمعوا الاغلبيه مفرقين، لا ما كنهضرش مع هذا، هذا الشيء اصلا ما كاينش في الدين. الخوت تفرقوا، العائله تفرقت، ما بقاتش هذا الشيء كيتلاحم الانسان مع بعضيته، رجع هذا الشيء مفرق. ونطلبوا من الله يكون هذا المولد النبوي هذا اللي جيتوا تزورونا فيه يكون على جميع المسلمين بالخير والسلامه والبركه، ويتحيي هذا الشيء وما يبقاش داك الشيء اللي تترك حنا نساوه، حنا خصنا نحيوه بكم انتوما كتحييو وكتحييو هذا الشيء اللي كاين دابا جديد. هما هو قديم بالحق، هادشي اللي حيتو نتوما كتجيو تسقسي وكذا وتسقسيو على هادشي اللي هو كاين دابا ما قليل. دابا راه كاين بعض الناس غنوقفوا عليهم ما عرفتش حتى شحال الشهر اليوم، علاش؟ كرا الماء الضوء جري وكعبه، هادشي اللي بقى في الدنيا، ما بقاش بنادم كينتبه لهادشي ديال الاخره وشنو هو الاعظم الاخره وشنو غيكون في الاخره. الدنيا همو الكرا همو الضوء همو الماء، شنو غناكل؟ معيشه اسعار نتوما كتشوفوها بلا ما نقول لكم، راه نتوما عايشين معنا ماشي كتشون على برا وتجيو، اسعار في السماء والدرويش كيعاني. ما خلاو شي بنادم يركز على الديانه الاسلاميه، كيركز شنو غنجيب شنو غندخل لواول مول الكرا مول الضوء، هادشي اللي كاين دابا في هذا الوقت هذا. ويا ربي وتلطف بينا، نطلبوا من الله في هذا المولد النبوي رزقنا ربي بشي دقه بشي دقه الشخص، ما نبقاو نعانيو من المراش المرا، حنا كنعانيو منه. حنا كنتمناو زعما من هاد الوالدين اللي هما دابا حاليا كيكبروا عندهم العواو صالحين يحاولوا يربيوهم على الثقافه اللي ربونا عليها والدينا، بان المولد مولد، العيد العيد، رمضان رمضان. حاول تكبر ابنك ماشي بتكنولوجيا بتليفون، لا لا لا، العيل كاين لعبه انت خصو يلعب فري فاير، خصو يعرف شنو هو اليوم وشنو هي الجمعه وشنو هو الخميس وشنو هو يوم القيامه ويوم الحساب يوم العقاب. تثقف ابنك بيدك، علاش المدرسه ما تثقفوا لك شي بحال اللي تثقفوا زين انت؟ لا علمتي ابنك يقرا الفاتحه راه هو خا يطير للزمان شحال ما طار شحال ما قرا ديك الفاتحه، انت كتعلمها معاه وكتدي معاه الاجر منه كبير. اما باش تخلي ابنك يتعلم الزنقه، الزنقه ما بقاتش كتعلم والو، ومدرسه ما بقاتش كتربي اللي كانت كتربي شحال هادي. استاذ كنتي كتشوفو
ما تقدرش واخا انت عشيه خاويه استاذ ديالك جايز خصك تدخل تخبع. دابا لا دابا يلعب في باب المدرسه كامل اللي بغى استاذ الطاقه مدير داخل ما كيعرف حتى شي حاجه. نتمنوا من الله الوالدين يردوا البن ولادهم ويعلموهم هادشي ديالنا الاصلي ديالنا. هادشي ما جبناهش يمشي موطا. هادي الديانه ديالنا اللي كبرنا عليها وكبروا عليها والدينا وجدودنا كبروا على الدين ديالنا. يعلمهم شنو هو الاسلام. يعلمهم الاسلام الحقيقي. هو هذا الاسلام الحقيقي هو مولود نبوي والعيد كبير والعيد صغير. علاش العيد كبير؟ ها علاش 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 رمضان ها علاش رمضان علاش رمضان علاش مولود علاش مولود علاش مولود. دابا العيد خارج الزنقه كيعرف مولود مولود حق شنو هو مولود ما نعرف. هو كيقول هاد الكلمه وهو مولود نبوي الشريف. نطلبوا من الله يا ربي يجيب لي ينصر هذه الامه وينصحها وتزيد بينا القدام ان شاء الله. شكرا. عاملين واحد الختان هاد الوليدات الصغارين بالهدايا وان شاء الله يا ربي نطلبوا الله سبحانه وتعالى يجيب لهم الله الشفاء ويكونوا فرحانين وتحنا كنكونوا فرحانين وكتجمعوا الاهل والاحباب في الدار مثلا ونذكر الله ونذكر سيدي النبي وما كنقولوش شي حاجه اللي خارجه على الطريق. الحمد لله يا ربي. بالنسبه للاحتفالات اللي بانت جديده دابا بانوا بزاف ديال الاحتفالات وكاين الناس كتحارب مولد سيدنا رسول الله كيقول لك شكون اللي خلق بان خلق في هذا النهار هذا وشكون هادي. وحنا مع ذلك كنشوفوا بزاف ديال العلماء كيجوزوا الاحتفال سيدنا رسول الله من كبار العلماء يعني منه محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله عليه السوري حتى هو كيجوز هذا عيد المولد النبوي الشريف. وكتشوف يا خويا خاين اللي ما قاري حتى حرف وما كيعرفش تيتوضا كيحربك وكيقول لك لا بان سيدي النبي ما خلقش وسيدي النبي ما احتفلش والصحابه ما احتفلوش لان مثلا كيقول لك لا هذه بدعه وحنا كنشوفوها بدعه حسنه يعني الحمد لله ما كنعملوش حتى شي حاجه اللي خارج على الطريق. مولود كان واحد الناس عائله كتسرح مع بعضها والحباب كيمشيو عند بعضهم الناس كتعدى اللي كيعمل الغايفات اللي كيعمل سكسوها اللي كيعمل داك الشيء النفيسه. المهم اي هذيك الصدقات والصام ما بقاش تتلغاها تلقاها ما بقاش لان هي حتى العائله ما بقاتش كتمشي عند بعضها. باقي الناس باقى البركه ما نقولوش تقطع ولكن باقى باقي بعض شويه ديال اللي عنده الاطفال ديالهم كيلبسوا الجليبات وكيديهم عند الحنايا وكتحني لهم والناس زعما باقي ولكن طنجه ما بقاوش فيها هادشي. فين كاين هادشي هذا؟ كيف مكناس كيف فاس كيف الناس اللي في البوادي كيحتفلوا بهادشي هذا. اما طنجه هادشي رجع كلاسيك ما بقاش الناس كتحتفل لان كيجي ما هادشي لا شيء. وهذا الشيء هذا هو خصنا نحتفلوا في هذا العيد العظيم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. خصنا نكونوا معنا الحماس باش نمشيو عند الاحباب وندركوا الاباء ديالنا ونمشيو نزوروا الارحام اللي توفى له شي واحد نمشيو نزوروه لان هذا الشهر هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ونتمنى الله يدي هاد الناس ديالنا يبداو يمشيو صلات الرحم ويشوفوا الاحباب ديالهم ويعملوا معاهم العواشر ويبشروا معاهم والله يبشر علينا بالخير. وشكرا لكم. بارك الله فيكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.